السلام عليكم ومرحبا للجميع واهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن مكان وعن شخصية وعن انسان وعن علامة وعن رجل يحترم نفسه، يحترم دينه، يحترم ثقافته، يحترم تاريخه. اسمه سليمان المقداد. سليمان المقداد هذا شخص سوري لجأ إلى كندا بسبب الحرب اللي صارت في سوريا. إنسان عانى في حياته وعمل كتير عشان ينجح مجتمعه اللي حواليه، ما كان يعمل لنفسه. طبعاً إحنا رايحين الآن وداخلين على مدرسة. ليش مدرسة؟ لأنه سليمان المقداد آمن إنه العلم هو سلاح اللي ممكن نربي فيه أبنائنا في المجتمع الغربي، الثقافة اللي إحنا عايشينها لغتنا. فأسس مدرسة لغة عربية عشان يعلم أطفالنا اللي جايين من الدول العربية اللغة العربية. بعدين كبر المدرسة وسواهم مدرستين، والسنة هاي سوى ثالث مدرسة. سليمان المقداد إله في كندا فقط 3 سنوات يا جماعة، سوى 3 مدارس. هاي المدارس كلها بلا استثناء وتختلف عن باقي المدارس، في مدارس لها 10 و 15 سنة في أوتاوا وبتدرس اللغة العربية، لكن دي تشارج بيخلوا الأهالي يدفعوا مبلغ بسيط. هدول المدارس تبعون سليمان المقداد كلياتهم free of charge، ما حدا بيدفع إشي، كل المصاري اللي بيدفعها من جيبته، الانشورنس تبع المدرسة، الرنت تبع المدرسة، والزلمة لم يكتفي بذلك بل انه بجيب لهم مناهج وبجيب لهم شغلات. يعني اشي رائع جدا انك تنشر ثقافتك ولغتك وعاداتك وتقاليدك. وان شاء الله عم نحكي مع سليمان عشان السنة القادمة يعمل كلاسز للأجانب اللي حابين يتعلموا اللغة العربية. يعني شخص كهذا لازم نضع عليه نسلط عليه الضوء، لأنه إنسان مش بس ناجح، إنسان أعطى لمجتمعه، آمن إنه التعليم والعلم هو أهم سلاح عشان نثقف أولادنا وعشان نفهمهم إنه إحنا مستقبلنا ومستقبلهم يبدأ من الكتاب. نرفع القبعات، حورجيكم بعض الصفوف في هاي المدرسة اللي احنا فيها. في عنده 5 صفوف في كل عنده في الـ3 مدارس حوالي 20 صف لحد الآن، وعنده طلاب على الويتنج ليست بيحتاج مساعدة دائما عشان يكبر، لكن بتعرفوا المانجمنت تبعت هاي الشغلات مش سهلة. خليكم معي أسأل إذا بقدر أصور أحد الصفوف. يعطيكم العافية، مبسوطين هون؟ يلا يعطيكم. هذا أحد الصفوف، حنصور صف ثاني هلأ. طبعا هذا صف ثاني، هذا الصغار شوية، وهذا كمان صف، وهذا صف أخونا أبو حمزة أحد المدرسين الموجودين هون. السلام عليكم. إذن كلمة دفتر كم حرف؟ قلنا كلمة دفتر 4 حروف. مين بيعدد لي حروف كلمة دفتر؟ بسام. كويس. كلمة ثانية مين بقراها؟ أحمد. دجاجة. كم حرف كلمة دجاجة؟ 5 حروف. مين بيعددهن؟ عددهن يا محمد. كويس. مين بيقول شو شكل الجيم بكلمة دجاجة؟ شكل حرف الجيم. أحمد. جيم. بوسط الكلمة عند آخر الكلمة عند أول كلمة. إذا جيم بوسط الكلمة. الألف. إبراهيم. بوسط الكلمة.
تاء مربوطة. عبد النور بآخر الكلمة. كويسين شطورين. أخوي أبو حمزة يعطيك العافية. أنت أحد المدرسين في هاي المدرسة. نعم. نعم. هل تتقاضوا مبالغ مقابل التدريس هون ولا؟ نعم نتقاضى مبالغ. نعم. الحمد لله رب العالمين. على الساعة عم نتقاضى. الله يعطيكم ألف عافية. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. والله يعطيكم العافية جميعا والله يوفقكم. الله يعافيك. ما شاء الله عليكم. سلام. احنا مع اخونا سليمان المقداد اللي هو مؤسس هاي المدرسه. سليمان المقداد قال حكى لنا انه عنده كمان 5 كلاسز للغه التركيه، بعلم تركي للاطفال، والى الان عنده حوالي 20 مدرس امن لهم وظيفه عمل مع الحكومه بيشتغلوا بالسكتور الخصي. الله يعطيك العافيه اخونا سليمان. بتحكي كلمه بالنسبه لصفوف التركي تقريبا 15 ما شاء الله. ما شاء الله رب العالمين. الله يزيدك ويباركك. الله يبارك. يعطيك الف عافيه لان العلم. شكرا دكتور. يعني في اذا اردت ان تبني امه فافتح مدرسه. صحيح صحيح. نعم. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حكى خيركم من تعلم القران وعلمه. نعم. فان شاء الله تكون من خيره الناس وندعو لك التوفيق والنجاح. شكرا دكتور. وان شاء الله رب العالمين الى الافضل دائما. شكرا. إذا أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى سبسكرايب وشير.